خلي دكتور مرة ثانية نرجع لملف الاقتصادي، لأنه هو ما يزال هو حديث الشارع. نأخذ قضية نحجنا لنهاية اللقاء، قضية الذهب. الآن هناك حديث كبير جدا عن تهريب كميات كبيرة من الذهب السوداني وعدم استفادة الدولة من الذهب، رغم أنه سمعنا أكثر من مرة السيد وزير المالية بيقول أنه الذهب لوحده كافي لحل مشكلة العجز في موارد العملة الأجنبية. فما ماذا يجري بالضبط في هذا الإطار قضية الذهب السوداني؟ يعني أنا ممكن أقول الكثير، لكن خلينا نشوف أخونا وزير المالية. السيد وزير المالية هو حول لك السؤال، ما الذي يحدث بالضبط في أسواق الذهب السوداني؟ هل فعلا تهرب كميات كبيرة جدا من الذهب السوداني عن طريق المنافذ الرسمية تحت بصر وسمع الحكومة دون أن تكون الحكومة قادرة على كبح؟ بالتأكيد يعني في قناعة أنه في عملية تهريب واسعة جدا بتتم للذهب، وحسب تقديرات غرفة تجارة الذهب أنه حوالي 450 كيلوغرام بتدخل يوميا في التعاملات بتاعت عمارة الذهب. 450 كيلوغرام يعني نص طن. أيوة تقريبا نص طن يوميا. نعم. في اليوم الواحد. نعم. لكن طبعا السبب الرئيسي، معلش دي قيمتها كم بالدولار يعني عشان بس نعرف يعني حجم الفرق؟ حوالي 25 مليون دولار. 25 مليون دولار يوميا. نعم. او اقل قليله من 25 مليون دولار. نعم. السبب الرئيسي حقيقه هو السياسات المتبعه كانت، حيث انه كل الافادات جاتنا من يعني الناشطين في المجال ده بيقولوا انه السعر غير مجزي، وبالتالي ده أكبر رافع لعملية التهريب وكده. نعم. وبالتالي نحن يعني إذا حبيت أتكلم عن المعالجات، نعم، نحن في خلال الفترة الماضية يعني من حوالي 3 أسابيع عملنا عمل منظم بصورة مرتبة جدا ومنسقة بيشمل 3 وزارات، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى بنك السودان، وبالإضافة أيضا إلى هيئة المواصفات والمقاييس وغرفة الذهب. وديل كلهم اتفقنا على آلية محكمة. الآلية تستند إلى أولا تمكين القطاع الخاص بشراء الذهب بموارد حقيقية وذاتية، وولاية وزارة المالية من حيث شراء حصائل صادر الذهب، وفصل عملية تصدير الذهب من عملية الاستيراد. وبالتالي نحن الآن يعني بدينا يعني في بعض الشركات صدرت، وحسب يعني اتفاقنا مع المصدرين على أساس أنه العملية حتستمر. ومن ضمن الإجراءات اللي اتخذت أنه مصفات الذهب حتشتغل على مدار اليوم 24 ساعة، وحتكون إدارة مصفات الذهب مشتركة ما بين بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين. وفي نهاية الأمر في خلال 3 شهور أو هكذا المصفاح هتقول لوزارة الطاقة والتعدين، على اعتبار أنه أساساً الموضوع موضوع فني. وأيضاً الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة الأخ الأستاذ مدني التزم بأنه حيكون في غرفة واحدة أو نافذة واحدة لتقديم التصديق، سواء كان من ناحية المواصفات والمقاييس وأيضاً من ناحية الرخصة التجارية. ونحن بنطلع إلى أنه هذا العمل على المدى القصير جدا هيؤدي لطفرة كبيرة جدا في عملية يعني الحصول على حصائل الصادر عن طريق القنوات الرسمية، لأنه إحنا هندي سعر مجزي حسب بورصة دبي. سعر بالدولار بالعملة صعبة؟ سعر سعر بالمقابل المحلي في إطار عقودات مباشرة. نعم. مع المصدرين. نعم. والحصائل بالدولار حتعود لوزارة المالية، لأنه إحنا حنستخدم الخزنة الواحدة. نعم. لشراء هذه الحصائل، ثم بعد ذلك يكون في لجنة أخرى فنية تفتح مناقصات مفتوحة بالنسبة للواردات الضرورية. نعم. وأيضا الاستفادة من حصائل الصادر لدفع المتأخرات مثل الصناديق العربية وغيرها من الالتزامات المتنوعة. هناك طبعا ده كله بيتعلق بالتعدين الأهلي. نعم. هناك الجانب الرسمي،
والإخوة في وزارة الطاقة والتعدين أيضا عندهم خطة أنه حيزيد الإنتاج الرسمي اللي يعود مباشرة لصالح وزارة المالية لحوالي 2 طن في السنة، بالإضافة إلى الحصائل الناتجة عن عمليات الشركات مثل شركات مخلفات التعدين وشركات الامتياز. نعم، يعني إذن يا سيد الرئيس، هل نتوقع وفق المعلومات التي أدلى بها السيد وزير المالية حل مستعجل لقضية العملة الأجنبية، إيرادات العملة الأجنبية عن طريق استخدام هذه الآلية؟ هل تثق بأن ذلك ممكن أن ينفذ بصورة سريعة عاجلة تعالج هذه؟ بكل تأكيد طبعا، هي داء الإجراء بيعالج جانب السياسات. نعم، كما ذكرت في بداية حديثي أنه هنالك جزء مرتبط بالجانب الأمني، ونحن في تناغم وتشاور مع أخواننا في السيادي اتفقنا أنه هنعالج هذه القضية في شقها الأمني بكل الصرامة وما تستحقه من إجراءات قانونية مرتبطة بضبط هذا السوق. يعني إذا نتوقع أن يكون هناك انحسار بصورة مضطردة في أسعار العملات قياسا بالجنيه؟ بكل تأكيد، خاصة ونحن لو بدينا في خلق يعني احتياطي من العملة الأجنبية، الذهب مكون أساسي فيه. نعم، لكن هنالك مكونات أخرى. هل ممكن ندي تواريخ يعني نتوقع أو توقعات أو أرقام ممكن نصل لها في زمن معين؟ أعتقد يعني لا، أنا أعتقد أنه يعني إذا حسبنا المسألة في على أساس مثلا 150 كيلوغرام ل 200 كيلوغرام في اليوم، يعني حوالي 12 من 10 ل 15 مليون في اليوم دولار. دولار، نعم. أنا أتوقع أنه يعني بصورة متواترة بمرور الزمن يعني هذه الآلية ستمكن الاقتصاد من الخروج من عنق الزجاجة، وطبعا هي دي بس مجرد خطوة أولى إسعافية. نعم، نحن الحقيقة الهدف الاستراتيجي بتاعنا أنه يعني ننشئ البورصة، بورصة المنتجات كلها. نعم، بما في ذلك المنتجات الزراعية، وأيضا يعني تحرير سعر الصادر، لأنه حقيقة الآن معظم الصادرات السودانية ليس فقط الذهب بتتهرب نتيجة لأنه سياسات غير مجزية، ودي تتطلب مننا يعني واقعية على مستوى صياغة السياسات حتى أنه نقدم حافز مجزي ليس فقط للصادرات وأيضا لتحويلات السودانيين المهجريين المغتربين. نعم.